عايز اروح دلوقتي لمين؟ للبرنامج بقى. لما اروح على برنامج الباشمهندس تعالى كده نروح على برنامج الايتابس. لما اروح على برنامج الايتابس زي ما حضراتكم شايفين كده ففي عندنا حاجه اسمها الساين فريم، في حاجه اسمها هنا الباشمهندس مين البروبرتي موديفاير او سيت موديفايرز خلاص، او حتى في الشيل هتلاقي في حاجه اسمها الستيفنس موديفاير، يعني هو عملها في الفريم بروبرتي موديفاير حطها هنا في الشيل ستيفنس موديفاير. وانت اصلا بتعرف القطاع بتعمله ديفينيشن او ديفاين في السكشن بروبرتيز سواء في الفريم او في السلاب او في الوول. لما تيجي تروح على الفريم مثلا تمسك اي قطاع عندنا وتعمل له موديفاي هتلاقيها باشمهندس عامل لك هنا حاجه اسمها البروبرتي موديفاير. فدي يا باشمهندس البروبرتي موديفاير الخاص بالفريم سكشن سواء كان عمود او كاميرا. طب حضرتك شايفها بالمنظر ده. طب انا رحت مثلا على سبيل المثال رحت للشيل اليمنت يعني زي السقف او حتى الوول، رحت على سقف مثلا وانت قايل موديفاي هتلاقي عندها مش بس حاجه اسمها الموديفايرز. فدي القايمه بتاعت مين؟ بتاعت الشيل اليمنت، ودي هتبقى موجوده في السقف وموجوده مع مين؟ مع الحائط. فانا مش بس لو رحت معاك على الويندو شورنر فهتلاقي هنا دي القايمه بتاعت الفريم سيكشن ودي القايمه بتاعت الايه الشيل سيكشن. فلو لاحظت كده معايا يا باشمهندس هتلاقي بيقول لي هنا في حاجه اسمها البروبرتي او الستيفنس موديفاير فور اناليسز، بروبرتي برضو او ستيفنس موديفاير فور اناليسز. هتلاقي هنا في قيم او في ارقام او في رموز بمعنى اصح بيقول لك هنا المومنت اوف انيرشيا اباوت تو اكسس اللي هو اي 2 والمومنت اوف انيرشيا اباوت 3 اكسس اللي هو برضو اي 3. طب انا عايز افهم يعني ايه اي 2 يعني ايه اي 3، عايز افهم يعني ايه بين فورس مثلا او عايز افهم يعني ايه بيندنج فورس. الحاجات اللي قدامي دي اللي هي اف 11 او اف 22 او اف 12 ونفس الكلام مع الام خلاص. ايه موضوع الفي 13 والفي 23؟ عايز افهم الكلام ده يا باشمهندس. احنا انت قلت لي من شويه ان انا بدخل على برنامج الايتابس بمسك القطاعات الخرسانيه اعرفها سواء فريم سيكشن كعمود وكاميرا او شيل سيكشن كسقف وحائط، وبقلل مين يا باشمهندس؟ بقلل الستيفنس بقلل الجسائف. بدل ما اقول ان هم شغالين بنسبه 100% بقول له بعد اذنك لا شغلهم بنسبه 70%. طيب الموضوع بسيط يعني انا راح اقول له بس ايه شغلهم 70%، بس لما ادخل يا باشمهندس على القايمه اللي بتقلل الجسائات في القطاعات دي هلاقي ان في عنده رموز كتيره جدا سواء في الفريم او الشل، والاقي يا باشمهندس ان عندي قيم القيم دي كانت كلها بواحد في الوضع الافتراضي. طب انا هختار انهي جزء؟ هختار ايه بالظبط؟ واللي هعدل فيه هختار ايه بالظبط؟ عايز افهم. فانا محتاج قبل ما افهم اللي انا هختاره وقبل ما افهم القيم اللي انا هحطها محتاجين نفهم السيمبلز اللي موجوده عندي ده يا باشمهندس الرموز. عايز افهم يعني ايه اف 11 دي وايه دلالتها بمعنى اصح وليه سماها اف 11؟ طب ليه ما سماهاش اف 1 واحده خلاص؟ طب وليه اصلا في عندي اف 1 2 دي او اف 1 2؟ عايز افهم. فقبل ما اتكلم يا باشمهندس على كيفيه التخفيض والقيم بتاعت التخفيض دي وعلاقتها بالكود المصري واجيب لك سكرين شوت من الكود المصري وسكرين شوت من الكود الامريكي كمان عشان اوضح لك الفرق بين الاكواد، عايز افهم بس رموز دي يعني ده بعيد عن مين؟ عن الكود، لان الكود مش واضح فيه رموز سواء امريكي او حتى مصري، بس انا عايز افهم الرموز دي لان هي لها علاقه بالبرنامج. وانا لما اروح اخفض حاجه محتاج ان انا اختار قيمه وهخفضها ازاي وانهي قيمه اللي انا هختارها اصلا عشان اخفضها. انا كنت رايح على حاجه واحده يعني كان نفسي يقول لي الستيفنس بتاع الفريم 100% قول لي خليها 70% مثلا، الكاميرا بدل ما تشتغل بنسبه 100% شغالها 70%، ونفس الكلام العمود. يعني كنت عايزه تجيب لي قايمه واحده بس اكتشفت ان هو جايب لي قوائم كتير جدا وفاليوز كتيره جدا وكمان الشل اكتر واكتر. فانا محتار، فعايزك يا باشمهندس صلاح فهمني انت عايز تقول لي ايه.